السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ناظم الدرويش، واليوم رجعنا بفيديو جديد. فيديو اليوم عبارة عن شرح طريقة اجتياز التايل اينز بفحص الشبويشن اللي هو فورتراك هالتن القاء المحاضرة. كتير ناس طلبوا مني هذا الفيديو وفينا نطبق المعلومات الموجودة بهذا الفيديو على كل المواضيع اللي عندك اياها، ويفضل انك تجمع اكبر كمية من المعلومات عن كل المواضيع قبل الامتحان، يعني مثل المزايا والعيوب، الإمكانيات، البدائل، رأيك الشخصي، تجربتك، عشان ما تتعذب كتير أثناء الامتحان بجمع أفكار. خلونا نروح لللابتوب. هلا أنا مضيع ورقة الامتحان، لكن بيجيك في الامتحان موضوعين وانت لازم تختار موضوع لتحكي عليه. هلا نحن رح نحكي عن آين كافين أونلاين ودا انكشف. طبعا أنا سابقا كتبت فورم سبايتراك عن هالموضوع، فيكن تشوفوه على القناة. واغلب الجمل الموجوده باللون الاصفر اخذتها من استاذ اسمه مستر شحاته، راح احط لكم رابط قناته في الوصف، فيكم تستفادوا من قناته. هلا اشهابي اين تيما جيفيلد انه انا اخترت احدى المواضيع داس هويت زير فيلد سكوتيرت فيرت، انه اللي عم تتناقش في هالايام كتير. اس هاندلت زيش ام اين كوفن اونلاين او دا امكشفت، انه اللي هي اين كوفن اونلاين التسوق اونلاين ولا من المحلات. سور ايرست مشتي ايش تفاي ميجلش كاتين فورشتلن، انه في البداية رايد انا اقدم امكانيتين، يعني امكانيتين للتسوق. من كان هويت سوتاجي ام انترنت او دا امكي شيفت اين كوف، انه الواحد في الايام فينو يتسوق من الانترنت او من المحل. داناخ فيردي ايش كورتس دارشتلن، انه بعدين ساصف باختصار في داس اين كوفين ان ماينم هايماتلانديست، انه شلون بيكون التسوق ببلدي. ان ماينم هايماتلاند كوفين ديميشن اما ان كلاينين فخ كيشيفتين اين، انه في بلدي يتسوق الناس دائما من الفخ كيشيفتين، هن المحلات الاختصاصية الصغيرة، يعني مثل محلات بيع الالبان والاجبان او الادوات المنزلية او الاجهزة الكهربائية او المواد الغذائية. ديمان هلا دي هاي بتعود على الفخ شيفتين، ديمان اندر نيه شنيل فيندت، انه اللي الواحد بلاقيه بالقرب بسرعه. ان ديزم تزامن هانك مشت ايش اوف ماني بيرزون ليشن اير فارونجن زوم تيما اين كوفن اونلاين او دا ان فخ شيفت اين جيهن، انه في هذا السياق رايد انا اخوض بتجربتي الشخصيه للموضوع التسوق اونلاين ولا من المحلات الاختصاصية. هلا ايش كوفي اما ام انترنت اين، انه انا دائما بتسوق من الانترنت. فايلمان جونستيك انجي بوتين فيندن اودا فور انم دي كوندن ريدكسيونن ان شاون كان، لانه الواحد بيقدر يلاقي عروض رخيصة، وقبل كل شيء فينو الواحد يشوف الكوندن ريدكسيونن الاراء العملاء. هلا علي ميجلش كايتين هابن فور اند ناختايلي، انه كل الامكانيات عنده مزايا وعيوب. دي فور تايلي ديس اونلاين اين كاوفز زيند، انه مزايا التسوق اونلاين. داس مان جونستيك انجيبوت فيندن كان، انه الواحد بيلاقي عروض رخيصة. في ايش فور هير جيزاكت هابي، مثل ما قلت سابقا. اند دي برودكتي فيردن بيسناخ هاوزي جيليفرت، انه المنتجات بتصلك للمنزل او بتصل للمنزل. und es ist beste lösung، انه هذا هو افضل حل wenn man keine zeit zum einkaufen hat، انه لما الواحد ما عنده وقت للتسوق. هلا einkaufen im fachgeschäft ist dagegen، انه التسوق من المحلات الاختصاصية انه على العكس تماما. und das sind nachteile، انه هذا يكون نختال عيوب، يعني مزايا هاد هن عيوب للتاني. دي نختال ديس اونلاين اين كاوفز زينت، انه عيوب التسوق اونلاين. داس مان دي برودكت كواليتيت نشت انشاون او دا دي زاخن نشت بروبيرن كان، انه الواحد ما فينو يشوف جودة المنتج ولا يجرب الاشياء. في اين كوفن ان فخ كيشفتن، انه مثل التسوق بالفخ كيشفتن. هلا اين كوفن ان فخ كيشفتن است داجين، يعني التسوق من الفخ كيشفتن على العكس تماما،
Und das sind Vorteile. أنه هدول يكونون Vorteile, مزايا. يعني عيوب هداك هن المزايا للأول. Wenn man Möglichkeiten miteinander vergleicht, أنه لما الواحد بيقارن الإمكانيات مع بعضها البعض, كان ما زاجل أنه فينه الواحد يقول das online einkaufen besser als einkaufen im Fachgeschäft ist, أنه التسوق من الإنترنت أفضل من التسوق من المحلات الاختصاصية. طبعا أنتم هون فيكم تقولوا رأي مغاير, يعني أنا هذا رأيي الشخصي. Hier mit komme ich zum Schluss, يعني بموجب هذا وصلت للنهاية أنا. Ich hoffe ich konnte Sie für das Thema interessieren, أنه أنا آمل أنه تكون التيمة أو الموضوع عجبكم. أو فينكم تقولوا vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, أنه شكرا لانتباهكم. بعدين تسألوا إذا عندهم أسئلة, haben Sie Fragen مثلا. شريكك بالامتحان هون يفترض يسألك سؤال. في شغلة نسيت أقولها ببداية الفيديو, يفترض أنك تسألوا بعض أنه تحكوا مع بعض في الدو أو في الزي, مثل بتقولوا مثلا wollen wir uns duzen oder sitzen, أنه نحكي في الدو أو بالزي, يعني نحكي بلغة الاحترام ولا نحكي بالدو. طبعا إذا اخترتوا زي بتكملوا كل امتحانكم عزي, إن كان بالأسئلة وإن كان بالدسكسيون. إذا اخترتوا دو بتكملوا كذلك الأمر بالدو, وما بنصح حدا مرة يحكي في الدو ومرة في الزي. فضل خلاص اخترتوا زي بتكملوا زي, اخترتوا دو بتكملوا دو, مشان ما تنقصها كثير علامات وتروح حالك بالفحص. خلص الفيديو اليوم, بتمنى تستفادوا منه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.